كلمة للنائب السيد رميد مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات النائبات، السادة النواب. أريد في البداية أن أهنئ الفرق التي تقدمت بهذه المقترحات. أولاً الفريق الاشتراكي. الفريق الاشتراكي في مقترحه الذي جاء بمادتين، المادة الأولى وهي وتقول بإلغاء الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 339 74-1 المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها. المادة الثانية تعلق بداية سريان هذا القانون على نشره بالجريدة الرسمية. أيضا أهنئ الفريق الاستقلالي لأنه جاء بمقترح في ثلاث فصول وقد نهج نفس المنهج، أي أنه ذهب مذهب الإلغاء، لكنه اختلف عن الفريق الاشتراكي من حيث أنه علق سريان هذا القانون بين قوسين، حينما لو كتب له أن يكون قانونا، سريانه علق على تاريخ، على سنة بعد تاريخ نشره بجد رسمية. أهنئ الفريق الحركي على اجتهاده لأنه سار على منهج آخر وجاء بصيغة أخرى، وهي صيغة حاولت أن تعيد تقنين محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصاتها برؤية بمنطق آخر. كنا نتمنى في العدالة والتنمية أن تذهب الأمور في اتجاه إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات، لأن برنامجنا الانتخابي يتضمن بندا يقول بهذا المقتضى. نعم، نجد أنفسنا في المقترح الذي يضع أمدا لبدء سريان هذا القانون، اللي ممكن يكون سنة، يمكن يكون سنتين، يمكن يكون أقل، يمكن يكون أكثر، على حساب جاهزية المنظومة، منظومة العدالة، على إحداث هذا التغيير اللي هو في غاية الأهمية. لكن مفاجأتنا كانت كبيرة، لأن الصياغة التي تم التوافق عليها بين إخواننا في الأغلبية جاءت بمادتين. المادة الأولى لا غبار عليها وهي مادة الإلغاء، لكن المادة الثانية تقول بسريان العمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول القانون المتعلق بإحداث وتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته حيز التنفيذ. كنا سنصفق مع الأغلبية على هذا التعديل لو كان عندنا الآن قانون يسمى قانون القرب بمعالمه المعروفة في أي قانون. أنا أسأل الضمير القانوني وأسأل المعرفة القانونية لرجال القانون وعلى رأسهم معالي الوزير والسادة النواب والسيدات النائبات، هل يوجد اليوم ونحن بصدد التصويت على هذه المقترحات الثلاث التي صيغت في مقترح واحد، هل يوجد قانون يسمى قانون متعلق بإحداث وتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته؟ أقول لا وجود مطلقا لأي قانون بهذا الاسم. إذن كيف يمكن لنا أن نعلق سريان تنفيذ هذا القانون على قانون غير موجود؟ نعم هناك وثيقة، هذه الوثيقة أنجزتها وزارة العدل، وهذه الوثيقة التي أنجزتها وزارة العدل تدخل ضمن الترسانة الإصلاحية
للقضاء ومعروضة على الجهات الحكومية المختصة، ولا زالت لم تصل حتى لكي تكون مشاريع قوانين. ولو كانت مشاريع قوانين لما أمكن أن نتحدث عن قانون، لأن القانون مؤسسة منظمة دستورياً، والمشاريع والمقترحات مؤسسات منظمة دستورياً. أما المستوى الذي وصلنا إليه الآن فهو دون مشاريع قوانين، فضلاً عن أن يكون قوانين. ولذلك لو أن هذا القانون كما قلنا كان موجوداً ما كان إشكال، أما وأنه غير موجود فلا يصح مطلقاً أن نصوغ هذه الصياغة، لأن هذه الصياغة معيبة قانوناً، عيباً ظاهراً واضحاً لا عذر لنا فيه. ولذلك نحن في الجوهر نجد أنفسنا في هذا التعديل في الشكل نرفضه رفضاً مطلقاً، لا نقبل أن يكون لنا تشريع بهذا العيب. هذه الأولى. الثانية، هذه الوثيقة التي تسمى وثيقة، التي يمكن أن نقول عنها أنها ليست مشروعاً لحد الآن، لأنها فقط يعني نقول مسودة قانون، مسودة مشروع قانون. نعم، إنها تتضمن هذا المقتضى، إن هذه المسودة التي يعرفها السيد وزير العدل كثيراً، ويعرفها أيضاً السيد الرئيس الوزير السابق، ويعرفها الكثيرون منكم والكثيرات، تتضمن مقتضاً يقول بإلغاء هذه المحاكم. إذن هذا تحصيل حاصل. إذن ماذا سأفهم؟ سأفهم شيئاً واحداً، هو أن هناك محاولة للقول بأن هذا المجلس أنتج مجموعة من المشاريع وصادق على كذا من المقترحات. لما كان جيو ثلاثة المقترحات بدون مضمون، لأنها لن تنفذ إلا وهي معلقة على صدور قانون لم يولد. إذن أنا كنقول باسم فريق العدالة والتنمية، الحكومة باغا تعملنا وتقول لنا، أو نقولوا إحنا نفوسنا عمل نفوسنا، أو نضحكوا على رؤوسنا إحنا العدالة والتنمية، ونقولوا في نهاية هذه الدورة راح حنايا تصادقنا على ثلاثة المقترحات قوانين في هذه الدورة، والحقيقة أن ما صادقنا على والو. علاش؟ لأنها هذه القوانين ما غيكون عندها حتى شي نفاذ ولا سريان إلى غاية صدور النص اللي هو مازال مسودة مشروع القانون. فلنترك الأمر إلى غاية صدور تلك ذلك القانون، وهذاك القانون راه فيه واحد المقتضى كيقول بإلغاء قانون رقم 339/74 واحد صادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 15/94. إذن هذا المنطق أنا ما فهموش، وفريقي ما فهموش، وما مستعدينش نتفهموه، لأنه غير مقبول، ولأنه غير معقول، ولأن أي واحد عنده إلمام بما ينبغي الإلمام في الميدان إلا هو سيتعجب ماذا أصاب البرلمان حتى صادق على هذا النوع من النصوص التي يعني لا يمكن قبولها بالمنطق التشريعي السليم مطلقا. لذلك اسمحوا لي إذا قلت لكم بأنني كنت أود أن تكون الصيغة صيغة أخرى لكي نجد أنفسنا فيها، ولكي لا نجد أنفسنا يعني، ونحن دائما نشجع على أن تكون المبادرة التشريعية النيابية محل دعم عام داخل البرلمان. للأسف سنجد أنفسنا في غير هذا الموقف الداعم، ونتمنى أن تكون لنا مناسبة أخرى نجد أنفسنا في مقترحات يتقدم بها السيدات والسادة النواب من كل الفرق. وشكرا. شكرا للسيد النائب.